يستمر وصول تعزيزات من قوات المهام الخاصة في الحرس الجمهوري ومن عناصر حزب الله اللبناني إلى حلب في محاولة منهم لتطويق مدينة حلب والسيطرة على مخيم حندرات من أجل قطع خطوط الإمداد عن الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية في أحياء حلب الشمالية والشرقية. يأتي ذلك بالتزامن أيضا مع وصول تعزيزات من الكتائب المقاتلة والإسلامية إلى محيط المدينة الصناعية وقرية الشيخ نجار في مدخل حلب الشمالي الشرقي. الوضع بحلب على الشكل التالي، هذا ألخصه لكم. عسكري النظام بدأ بتحصين المعامل على أطراف المنطقة الصناعية، وهي خطوة معتادة بعد السيطرة على أي منطقة استعدادا لهجومه على منطقة أخرى أو تحسبا لهجوم معاكس. المعارك في منطقة خناصر ما زالت مستمرة مع انخفاض بحدة الاشتباكات، وهي أضعف نقطة على خط إمداد النظام. على مستوى الناشطين هناك حملة إعلامية ربما تشن على الجبهة الإسلامية ولواء التوحيد، وفي حملة يعني تخوين واتهامهم أنهم وراء تسليم المنطقة الصناعية، لكن الأشياء اللي بيهاجم فلان بلمع فلان يعني من غيرها في هذه المنطقة. وضع الكتائب في خطر، في إمداد اتجه أو يعني بيان وقعت عليه النصرة وجبهة ثوار سوريا وجيش الشام وغيره أنه بدي يرفدوا من ريف إدلب إلى حلب بحوالي 600 مقاتل. استلم قيادة المنطقة عسكرية مضر نجار الذي هو قاد عملية سيطرة على المشفى الكندي بعد فشل كل القادة العسكريين عندها بسيطرة عليه، يسمى بحجي مارع 2 بعد حجي مارع 1 عبد القادر الصالح. أخطر ما تواجهه ربما حلب الآن حملات التخوين الذي تلقى من كل جانب. لكن بكل الأحوال معنا من حلب وائل عادل مراسلنا هناك. وائل مرحبا. أهلا أستاذ موسى، أهلا. وائل، شو الوضع عندكم بحلب عادل؟ وائل سأبدأ موسى من موضوع الحصار. بداية حصار حلب، الإشاعات التي تقول بأن حلب تحاصرت أو سوف تحاصر، يعني يجب أن نعرف بأن حلب ما زال هناك طريقين بين مدينة حلب وريفها، وهما طريق الحندرات وطريق الكاستيلو. ما زالت القوات الحكومية بعيدة عن هذين الطريقين، وإنما توسعت بشكل عبر باتجاه الشرق، بينما هذين باتجاه الغرب، واستولت على مدينة الشيخ نجار. مدينة الشيخ نجار، نعم، القوات الحكومية صارت أقوى وتمركزت بشكل أفضل، وكما أن وزير الصناعة في الحكومة دعا الصناعيين لتفعيل وتشغيل معاملهم، ولكن هذا لا يؤثر إلى حد الآن على طريق الوصف بين حلب وريفها. ما زال الطريق سالك وما زالت الامور هلا هو الطريق سالك، في فرق، ما زال الطريق سالك وما زال اقترب النظام. هل هناك لديك اي معلومات وائل عن وصول تعزيزات كما قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان هناك من الحرس الجمهوري وصلت لحلب ولا لا؟ لا استطيع تاكيد هذا الخبر لانه تعرف لا يوجد هناك معلومات من الطرف الاخر. طيب، ولكن استطيع تاكيد خبر ان وجود هل طيب على ان كنت في حلب في الجزء المعارض منها، هل هناك تعزيزات طيب على الطرف الاخر؟ سمعنا ان هناك من ريف ادلب وغيره اجوا لعندكم. نعم، يعني وصلت بالفعل تعزيزات ومؤازرات في القسم الخاضع لسيطره المعارضه المسلحه ليله البارحه والليله السابقه، والاوضاع يعني ما زالت متوتره. والسبب الاول او يعني نستطيع ان نقول قله السلاح، قله الذخيره اولا واخيرا. يعني تواصلنا مع لواء التوحيد في تل رفعت، ونفوا الحمله التخوينيه نفوا قاطعا مع ادله واثباتات. لا اعرف، هناك كما قلت انت بان هناك حملات تخوين على لواء التوحيد وغيره من الالويه والجمعيه الاسلاميه، ولكن هذه الالويه تنفي بالادله هذا التخوين، وانما كان هناك نقص بالعدد. وائل معلي، بدي مش الان بدي اسالك سؤال ولو كنت قريب انت من الوجع، يعني انت برايك، ولو سؤال المراسل يعني مهنيا لا يجب ان لا يسال عن رايي، لكن اسمع، انت النظام بتعتقد انه قرب يسيطر على 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 حلب ولا لا من خلال انت هيك ما تشاهده؟ انا برايي الشخصي وحسب وجودي على الارض هذا مستحيل، يعني برايي الشخصي وحسب وجودي على الارض مستحيل ان يحاصر حلب بسبب ضعف طريق الامداد الواصل بين خناصر والسجن المركزي. وإذا
استمر ووصل الى حندرات والكاستيلو سيصبح خطه ضعيف وسيصبح الجيش الحر يحاوطه من ميمنته وميسرته، بينما الان هو الان مؤمن خاطرته اليمنى من داعش، يعني داعش مسيطر على الباب وعلى قريه شامر وهي لا تتقدم عليه ابدا، لذلك هو يؤمن هذه الخاطره. طيب. بينما اذا استمر بالوصول الى حندرات والى كاستيلو سيصبح محاصر هو من الطرفين اليمين والشمال. شكرا جزيلا لك وائل عادل مراسل غد العربي، كنت معنا من قلب حلب، شكرا جزيلا لك. معنا هنا استاذ محمود دغيم الكاتب والمعارض السوري، اهلا ومرحبا بك. اهلا شيخ محمود، في البدايه ليه وصل الوضع في حلب لهالدرجه؟ اولا حلب ليست مفصوله عن سوريا، وسوريا ليست مفصوله عن المنطقه، والمنطقه ليست مفصوله عن العالم. ما يحصل في سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي اليمن وحتى في افغانستان وكل هذه المناطق هي حرب عالمية ضد المسلمين السنة، أقولها بصراحة. وهنالك تحالف عالمي أمريكي إيراني روسي في الواجهة، هم الذين يحركون كل شيء. من الذي يحاصر الثوار السوريين في سوريا غير الأمريكان؟ عملية كيف اللي يقول الأمريكان دائما يجلسون معاكم مع المعارض، أنا حرفيا أنا نوعي أنا قلت لفورد في القاهرة حينما كان اجتماع برعاية جامعة الدول العربية، قال نحن ندعم، قلت له أنت كاذب. فقال لي أحد المنافقين قضيت على مستقبلك السياسي، قلت أنا لا أبحث عن مستقبل سياسي. قلت له في ذلك الوقت إيران تمرر كل شيء عبر العراق المحتل برا وجوا، فقال العراق دولة مستقلة. تصور هذه الكذبة. يعني أنت تريد أن تقول أن الأمريكا مع الأسد؟ بالتأكيد، هم أصلا يعلنوها صراحة نريد حلا سياسيا. طيب ليه الجربة قابل أوباما؟ من هو الجربة؟ رئيس الائتلاف الوطني. رئيس، ما هو تاريخ الجربة في المعارضة السورية حتى بعد الثورة؟ خرج انت بتعرف بعد الثورة، هذا بعد الثورة ما في واحد كان عنده تنسيقية والله. عفوا 2009 2008 رجاء يعني. انا منذ 31 سنة واظن كل السوريين يعلمون انني ضد هذا النظام وتحملت كل شيء. لا اقصدك، لا اقصدك، لا اقصد الناس اللي شفتهم انت على الساحه. انا على الساحه لا ارى الا المهرب الذي كان وعضو مجلس الشعب ومن كان ضابط امن في النظام، الكثير من هؤلاء. انا لا استطيع ان اضع كل المعارضه الخارجيه في سله واحده، هنالك معارضون حقيقيون وهنالك منافقون وهنالك قسم عميل للنظام وقسم عملاء للخارج. طيب. الدول عفوا تشكيل المجلس الوطني والائتلاف هل شكله الثوار السوريون؟ شكلته المخابرات الأجنبية وحتى المخابرات السورية. الآن لا أريد أن أسميه، هنالك وزير خرج من سوريا بعثة حزبية وأنا أعرفه جيدا، وكل أيامه في الخارج يكتب تقارير بالطلاب السوريين، الآن وزير في وزارة الطعمة. طيب. إذن عفوا أنا أريد أن عن حلب أضع يعني معلش، إذن حلب والثورة السورية جزء من العالم. هذه الحرب هنالك وسائل تضليل، منظمة الأمم المتحدة حينما عينت الإبراهيمي وغير الإبراهيمي كلها عبارة عن إعطاء فرص للنظام لكي يقضي على الثورة، لم يقضي عليها. جامعة الدول العربية هذه الجامعة الفاسدة منذ مبتدائها حتى الآن هي مع النظام. في مؤتمر قطر كان هنالك علم الثورة السورية مرفوع على كرسي سورية، بينما في مؤتمر الكويت رفع علم النظام. إذن عمليا جامعة العربية، الأمم المتحدة، منظمة التعاون الإسلامي، المعادية للثورة السورية في أيام أكمل الدين إحسان أغلو. نعم نعم. الآن لو سمحت لي، الآن حلب ما الذي يعنيه في حال سيطرة القوات الحكومية على حلب أو حاصرتها على الأقل؟ أولا حلب هي أكبر المدن السورية من حيث المساحة وحتى من حيث السكان، هي أهم من مدينة دمشق. دمشق كعاصمة سياسية لكن حلب العاصمة الاقتصادية. عمليا أنا أقول، أنت بتعتقد أن الدخول ابتداء دخول المعارضة إلى حلب السكنية كان خطأ ولا لا؟ بأمانة يعني، يعني أصلا الأحياء السكنية أقصد الثورات، أنا أقولها وبصراحة هذه الثورة السورية كان فيها ضعف بالقيادات العسكرية، كان في ضعف بالمعلومات. في بداية الثورة كانوا لا يعرفون شيء من قتال العصابات، حتى الضباط الذين انشقوا معلوماتهم ضحلة. يعني أنا أذكر إن لكن عفوا أستاذ محمود، أنت تعرف أن دخل عبد القادر الصالح والعقيلي وكلهم الحلب
ب 300 مقاتل استطاعوا نصف حلب. ليه هلا الان اسمح لي الفتنة. ليه الان يتم الاستجداء والشحاده من الغرب وكذا انه سلحونا سلحونا ضد داعش وضد الاسد؟ اولا دعني اتكلم بصراحه. الفتنه هي المساعد الرئيسي للنظام. طيب. الفتنه بين الثوار بين المقاتلين. الان وزير الدفاع للنظام من عشيره الحديديين جاسم الفريج يقول الحديديين في دول الاسد، والبارحة في أبو دالي أحمد المبارك زعيم الشبيحة في منطقة الموالي يقول الموالي في دول الأسد، واليوتيوب موجود. الصراع العشائري في سوريا ساعد النظام. كيف؟ أصلا هذه المعارضة لا تفقه التاريخ السوري الشعبي. هنالك حروب جرت بين القبائل العربية في سوريا، وهذه الحروب تحرك لصالح النظام. يعني انت لا يعني أنا لا تلمس ايضا انه لانه في أنا أقول لك بصراحة عشائر كبيره تقف ضد الاسد يعني ومع الاسد. انا جاء لعندي شيوخ عشائر حرفيا قالوا لي نحن على استعداد للتعاون مع الاسد ولسنا على استعداد للتعاون مع شمر مع الجرمه. تصور الى هذه الدرجه. ليه؟ شو السبب برايك؟ يقولون نحن بيننا الاف القتلى. طيب عمليا التدخل الخارجي ماشي. التدخل الخارجي هو الذي جاء برئاسة الائتلاف والمجلس الوطني والأركان وكل هؤلاء. إذا أنت بدك نحط كل مصايبنا على الائتلاف كمان هذا لا 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 عدل. ليس الائتلاف، أنا أقول كل المعارضة الخارجية منفصلة عن الواقع السوري. الثورة في الداخل بألف خير لولا هذا التدخل، لو الأموال التي وصلت لهؤلاء. طيب. المعارضين وصلت للثوار. طيب. لكان التحرر سوريا. نستمع بتعليق من رئيس المجلس المحلي في عبد الرحمن من حلب التي سيطر عليها المعارضة في أثناء مؤتمر صحفي عقده بالأمس في اسطنبول. حلب تعاني الآن من مشروع حصار، هذا الحصار ما كان إلا بسبب التخاذل الدولي والصمت المدقع لأجل نصرة أبناء هذا الشعب. الآن الظروف في محافظة حلب بل وفي الشمال السوري بل وفي سوريا قاطبة ظروف قاسية، يضيق علينا في السلاح، يضيق علينا في المعونات، يضيق علينا في الذخيرة، يضيق علينا في كل شيء، والناس يعيدوننا والدول تعيدنا وكلهم لا يصدق منهم إلا القليل. نصيح ونناشد أحرار العالم. هذه مناشدة من رئيس المجلس المحلي في محافظة حلب التي بين قوسين الحرة. أستاذ محمود، عندما ترى أنه الائتلاف الوطني وغيره يذهب المحافظ أو رئيس المجلس المحلي وكذا إلى إسطنبول لكي يستجدون، ما الذي تعني ذلك؟ ببساطة هذه الثورة لولا الحصار لانتصرت على النظام منذ وقت طويل. أنت تتذكر مش حصار، هلأ أنت تقول لي أمريكا ضد، عفوا بس الآن لؤي صافي يقول لك الدول الداعمة هي بطلت تبعت شيء يا سلاح وذخائر. ببساطة أنا خدمت في الجيش السوري 5 سنوات و3 أشهر فعندي خدمة عسكرية وأعرف كل أنواع القتال. عملية بسيطة، الآن النظام على الأرض ليس له أي مفعول، ومع ذلك حينما ضعف استعان بالمقاتلين الشبيحة الشيعة من العراق ومن لبنان ومن الكويت ومن اليمن ومن إيران ومن كل أنحاء الأرض لأنه ضعيف على الأرض. إنما متفوق بالسلاح الجوي. العملية كانت يمكن أن تنهيها أمريكا والدول الصديقة والدول العربية التي تكذب علينا أيضا، التي منعت حتى التأشيرة عن السوريين الجوعة. عمليا ب100 صاروخ مضاد للطيران كان ينهي العملية. يعني إذن عمليا طيب. ممنوع إدخال الصواريخ ضد الدبابات، ممنوع إدخال الصواريخ ضد الطيران. لا فاتت على عفوا هذه الأسلحة التي تراها ضد المدرعات غنمها الثوار من النظام كما حصل في العراق. يعني ما أجت من أمريكا؟
يا رجل هذه أكاذيب يضحكون على المعلومات أنه في أنا عندي معلومات أنه حتى قذائف الأربجية عفوا أنا أعرف التفاصيل. قذائف الأربجية ضغط 85 منعتها المخابرات الأمريكية من الدخول من كل دول الحدود. حتى لو جاء رجال الآن بيروح أي واحد من المعارضة المسلحة على أي جبهة بيعطى كلاشينكوف بيقول له والله تصدى رابط هون وتصدى لدبابة وكذا، شو تسوي هاي قدامه؟ أخي ممنوع اصلا، كانت محلوله من البدايه بطريقتين. افهم سؤال، مضاد للدروع مضاد للطيران. طالما بتعرفوا انه انتم كل سواء كان الخليجة ولا يعني على الاقل المعلم واحد الكفلاء على الاقل اللي هم اوصياء على الائتلاف اوصياء على الحراك اوصياء على الثوره يدعمون الائتلاف وغيرها، طالما تقول له انه انت امريكا مش معنا وطالما شو اسمه، اذا لماذا كل هذه الفتله الطويله عريضه؟ يعني ما في فتلة، هذه التشكيلات أصلاً التي تراها كلها تشكيلات تابعة ليس لها علاقة بالثورة. يعني الآن الناس في النظام الحربي الناس يقتلون وأنتوا تنتخبوا رئيس ائتلاف يطعنكم الحج والناس راجع، إيه على إيش؟ أصلاً الائتلاف أنت تعرف حينما تشكل الائتلاف في قطر كانت تشكيلة إلى حد ما لا بأس بها، اجتمعوا بالقاهرة حذفوا قسم وأدخلوا قسم من المتسلقين وبعد بس ذلك. افهم شغله، عضو في الائتلاف شو يعني؟ يعني مثلا ولا شيء، عضو الائتلاف معناته بيقبض بكل بساطه. ما بيقبضوا فينا كذابين. لا 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 لحظه عضو مش كلهم، في منهم بيقبضوا رواتب وفي منهم ما بيقبضوا وفي منهم بيوزعوا ايضا. اسمع، هذه عصابات ماليه، رجال الاعمال السوريين بصوره عامه الاكثريه مرتبطين مع الشركه القابضه السوريه مع رامي مخلوف عمليا. انا ومن الذي يدخل المواد إلى مدينة دمشق؟ أليس رجال الأعمال السوريين للنظام؟ طيب. هلا على الحالة هاي أنا بقول ليش هيك المعارضة ببساطة ما في ود بينك وبينها نهائيا. لا 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 ليس ود، أنا مع الثورة لست مع المعارضة، أنا مع الثورة. عمليا الحصار هو السبب المقوي للنظام، لو كانت هذه الدول تريد إسقاط النظام طيب. مضاد للدبابات مضاد للطيران، وبالنسبة على الصعيد الشعبي هو مغلوب ومنتهي نهائيا. طيب شكرا جزيلا لكم محمود الدغيم الكاتب المعارض السوري. ايضا هناك معلومه يجب ان نقولها حول انه لواء داوود في ريف ادلب يعتبر من اقوى الالويه وافضلها تجهيزا، بغض النظر انه لواء داوود اعتزل القتال او الفتنه وحقن الدم وهو فعل محمود في الشمال، قدره الناس لمكانه قائده وسمعته في نفوس اهل الشمال كما يقول البعض، لكن ان نذهب بالياته ودباباته ورتله الى حلب على اساس التي يكاد يعني يحاصرها القوات الحكومية وأهلها يبحثون عن الرجال والعتاد فلا يجدونه، ثم يذهب شرقا إلى الرقة، ما حكمه؟ إذا بدنا نحكي شرع كما قال البعض هذا اسمه تولي يوم الزحف، ما عقوبته تولي يوم الزحف وهو من السبع البوبقات؟ هذا يشرح لي إذا هذا مو تولي يوم الزحف شو اسمه شرعا ودينا وإسلاما. المهم هذه بس ملاحظة أخيرة حبينا نقولها، أرسلها لنا البعض. بكل الأحوال نذهب لفاصل قصير، لدينا مواضيع أيضا.